الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما تامين دائمين أبدا إلى يوم الدين، على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أجمعين. أما بعد، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا يا مولانا تلاوته حق التلاوة على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار. وصلنا مع حضراتكم أيها الطلاب الأعزاء الكرام إلى قول الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. من نور رفعت يدها مباشرة، مستعدة ما شاء الله. طيب، تفضل يا أستاذة نور. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية دكتور الكريم. الله يعافيك. في عنا الكلمة إلا أن يخاف، تمام. قرأها الإمام حمزة إلا أن يخاف بضم الياء، والباقون قرأوها بفتحها، بفتحها. نعم، يخاف ويخاف. الله يفتح عليك، جزاك الله خير. إذا حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله رحمة واسعة انفرد بقراءتها بهذه الطريقة، وهي إلا فإن خفتم، عفوا، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. هذه قراءة جمهور القراء، وانفرد حمزة كما قلنا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. يعني في واقع الأمر هذه القراءة أشكلت قراءة حمزة، وللإمام حمزة يعني بعض القراءات أشكلت، ليس هذه فقط، على النحويين ومن وجهوا هذه القراءة أشكلت عليهم، فوجدنا فيها كثيرا من التوجيهات التي لا تخلو أكثرها يعني عن تكلف. ولذلك نحن يعني سنضرب صفحا عن كثير من هذه التوجيهات المتكلفة، ويعني سنحاول أن نعطي لحضراتكم يعني أقرب هذه التوجيهات يعني إلى القبول لغة ويعني سياقا إن شاء الله رب العالمين. طيب، الآن قراءة الجمهور خلينا إحنا نحاول نفهمها: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه واضحة، يعني الطلقة الأولى والثانية، ثم تأتي الطلقة الثالثة اللي هي الطلقة التي إيش يسميها علماء الفقه الطلاق البات، يعني المنقطع الذي لا رجعة بعده. ولذلك قالوا أن الطلقة الثالثة جاءت في الآية التي بعدها: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. هذه اللي هي الطلقة الثالثة بعد الطلاق إيش مرتان. وجاء كلام معترض بين هذين، يعني بين الطلقتين الأوليين والطلقة الثالثة، قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. هنا تغليظ في حق الزوج وحق الزوجة، وأنه لا يجوز لأحد منهما أن يضار صاحبه فيتسلط على بعض حقه مقابل حق الطلاق. يعني تعرف اللي هو موضوع المضارة، بيجي مثلا: أهلا وسهلا أستاذ أبين، حياك الله. بيجي مثلا بجنن مرته، بطلع روحه، يعني خلينا نحكي بالبلدي، يعني يعني يضارها، يعضلها يعني، عشان في النهاية تقول له طلقني وبديش مثلا المتأخر بتاعي مثلا، أو نفس الإشي هي مثلا، وهذا يعني كان قليل، يعني تعمل في كذا وكذا عشان هو يطلقها ويقول لها اعملي بدك اياه، خذيه بس روحي. المهم ربنا ايش بيقول؟
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. الآن أنا سؤالي، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، هذا واضح، إلا أن يخاف، مين هم اللي يخاف؟ لأنه إحنا لازم نفهم هنا الألف هذه، ما هي يخاف فعل مضارع صح؟ يخاف الألف هذه فاعل، ألف الاثنين فاعل، تمام؟ لأنه هي أصل الفعل، إلا الفعل يخافان، وبعدين عشان دخلت عليه أن الناصبة صار يخاف حذفت نونه. فألف الاثنين هذه مين هم؟ عايدة عمين، إيش رأيكم؟ ألف الاثنين عمين عايدة، إذا يعني أنتم مستحضرين معنى معين. وإذا مش مستحضرين أنا بحكي. هند بتقول الزوجين، وبرضه منا نفس الشيء. إلا أن يخاف، ممتاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، السادتين الله يعطيك العافية. وإيمان برضه نفس الشيء بتقول الزوجين. طبعا الزوجين هذا قول يعني كثير من المفسرين، يعني يمكن أكثر المفسرين يقول إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، يعني إذا الزوجين حسوا إنه حياتهم مع بعض مش هتكون حياة سليمة، إذا الزوجة والله حست إنه هي هتدخل في الإثم في وجودها مع زوجها، سواء يعني إنه هي مثلا يعني وقع كرهه أو بغضه في قلبها أو بالعكس مثلا، فيلجأ إلى إيش؟ إلى الخلع، والخلع معروف في الشريعة. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني إنه المرأة تتنازل عن شيء من حقها أو تعطي مثلا جزء من مالها أو مالها كله مقابل إيش؟ أن تخلع نفسها من زوجها. الآن الزوجين هم اللي بيعملوا ذلك. طيب افرض مثلا الزوجين ما عملوش ذلك، أو اتمشكلوا، أو ما قدروش يحلوا المشكلة بينهم وبين بعض، إيش بيعملوا؟ بروحوا لمين؟ بروحوا لمين؟ ايش رايكم؟ وهذا غالبا للقاضي، او اللي هم بيسموهم بالشيخ عبد الرازق في لغة القرآن الكريم، للمحكمة في لغة القرآن الكريم، وإن خفتم شقاق بينهما، فإيش؟ بلغة القرآن الحكم، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، اللي هم الحكمين بلغة القرآن الكريم، بيروحوا للحكمين، حكم من أهله وحكم من أهلها، عشان هم بيكونوا مطلعين على أحوالهم يعني. كويس. طيب الآن خليني أنا آخذ قراءة الجمهور، إلا أن يخاف، هذا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت، يعني إذا شعروا إن هم مش هيقدروا يكملوا الحياة مع بعض أو في مشكلة معينة أو كذا، فلا جناح عليهما فيما افتدت به اللي هي مين؟ الزوجة. هذا في موضوع الخلع. الآن في لغة، في قراءة الجمهور بيضبط إنه يكون الضمير عائد على الزوجين، وهو الأشهر وهو الأظهر، لأنه الخطاب اللي بعده إيش قال؟ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، اللي هم مين؟ يعني أيها الزوجين، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. قراءة حمزة الآن، قراءة حمزة، قراءة حمزة هي اللي بتوسع لنا دائرة المعنى إلى أن يشمل الحكمين. قراءة حمزة إيش قالت؟ إلا أن يخاف. الآن أول حاجة طبعا الأستاذة نور قالت إن مبني للمجهول صح؟ يخاف فعل مضارع مبني للمجهول. إذا الآن الألف هذه إيش بيصير إعرابها؟ إيش بيصير إعرابها الألف؟ الألف تو كانت في يخاف فاعل. طب ممتاز، هي أكيد نائب فاعل. ممتاز نائب فاعل. طب هو السؤال المهم اللي جيت يا نور، الآن الألف نائب فاعل، طب وين الفاعل؟ مين يقدر لي الجملة؟ هو بناء المفعول، ما هو هذا نائب فاعل تمام، مين الآن يقدر لي الجملة؟
بالفعل، مش حاجتها ان احنا لما يكون في نائب فاعل، لما انا اقول والله مثلا قرئ الكتاب، قلت الكتاب نائب فاعل صح؟ طيب بدي اقدر الجمله واجيب الفاعل، بقول قرأ محمد الكتاب، اني جبت الفعل. طب هنا يخاف الا ان يخاف، طيب وين الفاعل؟ ما هو خدوا بالكم الاشكال اللي اشكل في القراءه، احنا ليش قلنا القراءه اشكلت؟ لانه كلمه يخاف معناه انه يعني واحد بخاف من الزوجين، مش الالف قلنا عايد على الزوجين. طب هو كيف الواحد هو في حد بخاف من الزوجين؟ فهي الاشكال اللي نشأ في القراءه، انه كيف انه هم الزوجين اللي بخافوا ولا بنخاف منهم؟ احنا بنقول الزوجين هم اللي بخافوا من عدم اقامه الحدود، صح؟ مش انه بنخاف من الزوجين. لكن الحل الاشكال هذا اللي حنحكيها لقيتها الان. مين الفاعل؟ هو اللي حيحل لنا الاشكال. مين بيقدر يقدر لي الفاعل هنا لما اقول يخاف؟ يعني بخاف مين من مين؟ هند، الله يفتح عليك يا هند. لا يا انا بدي الفاعل يا ايمان. هند، هند قالت الاهل، هند قالت كلمه حلوه، يخاف ولي الامر اللي هو الحكمين، او ولي الامر اللي هو القاضي، اذا احنا بنقول والله الامر رفع الى القاضي. الا ان يخاف يعني ان تخافوهما. طب تخافوهما ايش يعني؟ بتخاف من الزوجين من ذاتهما؟ لا، تخافوهما الا يقيما حدود الله. اذا انتبهوا ايش بصير التقدير يا اخوه ويا اخوات. الا ان يخاف يعني الا ان يخاف الحكمان الزوجين. ايوه الله يفتح عليك يا شيخ عبد الرزاق. انا بس بدي عشان التقدير النحوي يكون ظابط وتفهموه ويدخل مخك صح. الا ان يخاف يعني ان يخاف الحكمان الزوجين. طيب لقيتها، بدي اكمل. ممكن انت لقيتها يصير عندك اشكال، كيف يخاف الحكمان الزوجين؟ هو بده يخافوا منهم يضربوهم مثلا؟ لا، قال لك الجمله اللي اجت بعد الزوجين بدل منها، بدل بعض من كل، بينت لي ايش هو المخوف منه. الشيء الجمله الا يقيم حدود الله، هذا مصدر مؤول يعني معناه عدم اقامه حدود الله. شو هيك معنى هذا المصدر المؤول؟ يعني عدم اقامه، يعني معنى ذلك الا ان يخاف الحكمان الزوجين ان الا يقيم حدود الله، او من عدم اقامه حدود الله. اذا بتصير جمله الا يقيم حدود الله بدل من الزوجين، بدل بعض من كل، يعني مش المخوف الزوجين، لا، المخوف عدم اقامه الزوجين لحدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هيك اعتقد الصوره اتضحت 100%. اتضحت؟ اتضحت ايها الاخوه والكرام والاخوات الكريمات؟ ولا فيها اشكال؟ طب الحمد لله، الله يفتح عليك. طب تمام، 100%. طيب 100%. الآن حجة، الله يحسن لك يا منا بارك فيك وإياكم شيخ عبد الله. حجة الإمام حمزة، حجة قراءة يخافة يعني اللي هي المجهول، قالوا إنه بعدها، بعدها قال اللي هي بعد إلا شو اسمه، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم، قالوا جعل الخوف لغيرهما. جعل الخوف لغيرهما، وطالما إنه الخوف لغيرهما إذا الخوف للحكمين، الحكمين خايفين من الزوجين إنهم ما يقيموش حدود الله. طب كيف عرفوا إنه جعل الخوف لغيرهما؟ لأنه قال فإن خفتم ألا يقيم. لاحظين الضميرين اختلفوا، أول شيء قال خفتم أنتم ويقيماهما، إذا طالما اختلفوا، إذا خفتم أنتم ويقيماهما، مين بيصيروا خفتم أنتم ومين بيصيروا يقيماهما؟ خفتم أنتم يا حكمين، إلا فإن خفتم ألا يقيم يعني الزوجين، لأنه لو هو الزوجين كان إيش قال؟ كان قال فإن خفتم ألا تقيم، صح ولا لا؟ لأنه لو الخطاب كله للزوجين كان قال لا، غير الخطاب بالجمع يا نور، هو انه المغايره في خطاب وفي غيبه، هي اللي دل انه هم بيختلفوا عن بعض، لانه لو هم الخطاب للزوجين لحال كان ايش قال؟ قال فان
كان قال فإن خفتم يا زوجين ألا تقيما يا زوجين، صح ولا لا؟ أو كان قال فإن خافوا أو فإن خافا ألا يقيما، يعني هما الزوجين. لكن طالما غاير بين الضمائر، طالما غاير بين الضمائر وقال خفتم أنتم ألا يقيما هما، إذا أنتم يا حكماء أو يا حكام أو يا حكمين، كويس، ألا يقيما هما يا اللي هما الزوجين. هذه حجة مين؟ الإمام حمزة. طيب حجة المعلوم الآن، حجة المعلوم قالوا ما ورد في التفسير عن الـ يعني الـ السلف في تفسير هذه الآية، قالوا إلا أن يخافا يعني الزوجين، الزوج والزوجة، كويس، الزوج والزوجة. وطالما أنه يخاف الزوجين ما ينفعش نبني المجهول، لأنه لو بنينا المجهول كيف بده يصير هم بخافوا من حالهم، يعني الزوجين بخافوا من الزوجين، فبزبطش. الحجة الثانية استشكال قراءة حمزة وبعد التقديرات فيها. احنا لو قلنا قراءة حمزة، انا جبت لكم خذوا بالكم الخلاصة بتاعتها، لو فتحتوا على كتب التوجيه هتلاقوا توجيهات انتم مش هتفهموها اصلا، هتلاقوا توجيهات غريبة يعني ممجوجة احيانا. ولذلك الحجة الفريق اللي هو الجمهور قالوا قراءة حمزة اشكلت واستشكلت وصار فيها تقديرات وتوجيهات غريبة وعجيبة، ولذلك قراءتنا اوجه واقوى. طيب خلصنا موضوع قراءة حمزة رحمه الله ورضي الله عنه. الآن نتجه إلى الموضع الذي بعده، ومن يتحفنا به؟ منة الله بنت محمد، تفضلي أيتها الكريمة بنت الكرام. كرمكم الله، كرمكم الله. لا تضر الخلاف فيها بالنسبة لابن كثير وأبو عمرو سيقرؤون بالضم، لا تضار، لا مع تجديد راء، لا تضار. أما البقية سيقرؤون بتجديد الراء مع الفتح، لا تضار والدة. الله يفتح عليك يا منة وما يجيب لك ضر بالمرة إن شاء الله. طيب إذن في آية والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين، والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار، ابن كثير وأبو عمر، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني ما نخليش يعني مسألة الرضاع تؤذي الوالدة أو يؤذى بها المولود، لأنه الآن صار في ربط، فنسأل الله يعني أن يحفظ كل أسر المسلمين. صار في ربط بين الزوجين وبينهم ولد بده يرضع، فما يجيش ما يحطوش يعني بالبلد، ما يحطوش الولد في النص. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني ما تخلوش الولد يأثر على الأم، أحيانا بيمسكوا الأم من إيدها لبتجاعها في موضوع الإبن يعني، وهكذا. وربنا ينهى عن هذا الأمر. سبحان الله، في أمور كثيرة في القرآن وأخلاق عظيمة في القرآن أمر بها الله عز وجل، وأمور مشينة كثيرة نهى الله عنها، لكن تقع في أمة الإسلام وللأسف الشديد. ولو أننا يعني أقمنا كتاب الله كما ينبغي لما رأينا يعني كثير من القضايا الموجودة في المحاكم والمشاكل التي نسأل الله عز وجل أن يخلص منها يعني أمتنا، وأن يعني يصلح أحوالنا حقيقة أجمعين. طيب إحنا خلينا عشاهدنا الآن عندنا قراءة رفع وقراءة نصب. قراءة الرفع لا تضار، لا تضار على الرفع، واضحة. وقراءة النصب هذه ايش معناها؟ لا تضار، وفي هنا ناصب للفعل المضارع، هتقول طبعا فيش ناصب، لانه لا هذه، لا هذه يا اما لا نافيه يا اما لا ناهيه، صح ولا لا؟ فيش خيار ثالث، يا لا ناهيه لان بعد الفعل المضارع، بعدها الفعل المضارع يعني جاي قبل الفعل المضارع، يا لا نافيه لا ناهيه. اذا لا نافيه، هاي قراءه ابن كثير وابو عمرو، خلصنا. لا تضار لانه هذا فعل مضارع مرفوع وقبله نافية،
يعني الشأن، يعني لما يقول لا تضار والدة بولدها، يعني أن الشأن الذي ينبغي أن يكون هو عدم حصول الضرر للوالد أو الوالدة بسبب الولد الذي يبغون إرضاعه. إذن بيصير معنى النفي هكذا، بيصير معنى النفي هكذا، يعني لما يقول لا تضار، يعني أن الشأن الذي ينبغي أن يكون هو عدم وقوع الضرر. والنفي أحيانا قد يكون أقوى من النهي في تحقيق المعنى. ليش؟ لأنه يعني معناه لما بقول لا تضار والدة بولدها، يعني أنه الأمر المعلوم اللي مفهوم اللي مرتكز في الأذهان اللي مفروض ما يكونش غيره، أنه لا تضار والدة بولدها، أنه عدم وقوع الضرر، عدم وقوع الضرر من الأساس. الله يفتح عليك يعني. أما قراءة الأخرى قراءة النهي، يعني لا تضار. طيب النهي يقتضي جزم الفعل المضارع، صح ولا لا؟ عشان نقول لا ناهية، يعني معناها بتجزم الفعل المضارع. طب هنا الفعل المضارع شايفينه منصوب، كيف بتقولوا يا جماعة هذا مجزوم وإحنا شايفين عليه فتحة في الآخر؟ قول لي بقى حضرتك، يلا بقى مين يقول لي؟ من يقول لي؟ ولا حد عاوز يقول؟ ولا حد؟ الشدة. طب قولي لي يا هند، يلا ايش يعني الشدة؟ الشدة أولها ساكن. طب تمام، يعني الراء قصدها هذه مشددة، هي عبارة عن حرفين، الحرف الأولاني الراء الأولانية ساكنة والثانية متحركة، كويس. طب وبعدين كملي. منع. الله يفتح عليك يا منى، هي منى كملت عن هند، هند بدت يعني الله يفتح عليها، ومنى كملت، يلا في شغل تكامل يعني اليوم. الان تضار، الراء المشدده معروف، معروف دائما انه اي حرف مشدده هو عباره عن حرفين، الاول ساكن والثاني متحرك. طيب الان الفعل انجزم، انجزم يعني اخره صار ساكن، يعني معنى الكلام انه صار عندي ايه؟ صار عندي حرفين ساكنين، الراء الاولانيه اللي هي اصلا ساكنه، والراء الثانيه اللي سكنت بسبب ايش؟ الجزم. ولا يجوز التقاء الساكنين. في اللغه العربيه مش احنا بنعرف انه لا يجوز التقاء الساكنين، صح؟ والتقاء الساكنين دائما في اللغه ايش بيعملوا فيه؟ يتخلصوا منه، يعني بتخلصوا منه يا اما بالتحريك يا اما بالحذف يا اما بالابدال، اللي اخذتوه في علم التجويد طرق التخلص من التقاء الساكنين. فإذا هنا الراء والراء ساكنين، والراء الثانية الراء الأولى ساكنة سكونا أصليا، والثانية ساكنة بسبب الحركة الإعرابية اللي هي الجزم، فتخلص من السكون الثاني بحركة سهلة يسيرة اللي هي حركة الفتحة، لأنه هي أصلا أسهل الحركات وأخف الحركات، يعني حركة اللي هي الفتحة. إذا لا تضار مجزومة، فبنقول هي مجزومة بسكون منع من ظهوره ايش؟ حركة التخلص من التقاء الساكنين. تمام؟ طيب. بدي ولا خليه شوي بس ثواني، خليني اخذ الحجج في الاول. ناخذ حجة الامام ابن كثير والامام ابي عمرو البصري رحمه الله تعالى. قالوا خلينا نشوف اللي قبلها على طول، ايش الفعل اللي قبلها؟ قبل الفعل لا تضار شو هو؟ شو الفعل اللي قبلها؟ كلولي، ممتاز. لا تكلف، الان لا تكلف يا حسام ويا فين وينون أو منا، هذا الفعل مجزوم ولا مرفوع؟ مجزوم ولا مرفوع؟ مرفوع، ممتاز. لا تكلف، الله يفتح عليك يا حسام، لا تكلف نفس، مرفوع. إذن الله هذه نافية. قالوا فنسقا عليه، لأنه هم الفعلين جايين وراء بعض، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار
فنسقا عليه، يعني زي من باب عطف، يعني من باب تتابع الجمل، الجمله الثانيه مؤكده للجمله الاولى، لانه هما الجملتين هذول بنسميهم جملتان مفصولتان، مفصولتان في البلاغه، يعني ما فيش بينهم مواصل، ومفصولتان يعني بتكون الثانيه مؤكده للاولى. كويس. اذا او على عطف البيان، اذا ممكن يكون على عطف البيان، لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار. اذا قالوا الاليق بالسياق، الاليق بالسياق انها تكون مرفوعه مثلها، يعني الفعل يكون مرفوع زي اللي قبله، ف بصير هنا توجيه لقراءة الرفع. كويس. طيب إذا الحجة الثانية، الحجة الثانية الآن، إذا قالوا الفريق الثاني، لقيت الحجة الثانية هي رد على الفريق الثاني، الفريق الثاني مش قالوا هذه أمر لا تضار، قالوا فإن الخبر يأتي بمعنى الأمر وهو أبلغ. فإن الخبر يأتي بمعنى الأمر وهو أبلغ. إحنا تو لما شرحنا القراءة قلنا كيف الخبر بيجي بمعنى، هي هذه جملة خبرية، لا تضار، لا تضار والدة بولدها، هي جملة خبرية، لكن قلنا حملت معنى الأمر، يعني قلنا إن الشأن أو الأصل أو الشأن ينبغي أن يكون، الذي ينبغي أن يكون، أنه هو عدم وقوع الضرر لأحد الوالدين بإرضاع الولد. كويس. طيب مثلا زي ايش مثلا في القران الكريم قبلها بشويه، والمطلقات يتربصن بانفسهن، او بعدها، هذه مش قبلها، الايه اللي بعدها، والمطلقات يتربصن بانفسهن 4 اشهر او 10، قالوا هذا خبر صح، شنو المطلقات يتربصن مبتدا وخبر، لكن حمل معنى الامر، يعني ايش تربصن ايتها المطلقات، وهكذا. طيب الان حجه الجمهور اللي هي قراءة النصر، تجاهدون في سبيل الله ولا تخافون لومة لائم، ممكن في كثير الأمثلة يعني في القرآن الكريم، لا تظلمون ولا تظلمون مثلا، يعني فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني لا تظلموا، هي هذه لا تظلمون جملة خبرية مش لا ناهية، لا تظلم، لو لا ناهية كان قال لا تظلموا ولا تظلموا، لكن هذه جملة خبرية لكن حملت معنى الأمر، فالأخبار التي تحمل معنى الإنشاء في القرآن الكريم كثير، كثيرة حقيقة. طيب حجة النصب، قالوا هذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر، ربنا بيؤمر، أمر ظاهر فيناسبه النهي، ربنا بيقول لهم اوعوا واحد فيكم يضر الثاني، من الزوجين المطلقين، يعني اوعوا واحد فيكم يضر الثاني بسبب إرضاع الولد، فقالوا هذا امر ظاهر، فليش التكلف نقول خبر ويحمل معنى النهي، وليش اللفه يا جماعه، خلاص هو امر وخلصنا يعني بدون ما تغلبونا. كويس. طيب الثاني قراءه ابن مسعود وابن عباس، في عندهم قراءه تفسيريه، قرأوا لا تضارر والده بولدها، وقرأ عمر رضي الله عنه لا تضارر والدة بولدها. إذا أنا في عندي قراءتين، خذوا بالكم لما فكينا التضعيف، ما هو كان الحرف مضاعف شدد، يعني لما فكينا التضعيف صار في عندي أنا احتمالين، الراء الأولانية، الراء الأولانية مفتوحة ولا مكسورة؟ كويس، مفتوحة ولا مجرورة مكسورة؟ لا تضارر والدة، أنا في عندي قراءتين يا أبي، في لا تضارر قراءة ابن عباس وابن مسعود صح، ولا هي تضارر قراءة ابن عباس ومسعود، أنا عكستهم. مكسورة، مكسورة. وقراءة عمر لا تضارر مفتوحة. طيب قراءة تضارر وتضارر ايش بيفرقوا عن بعض؟ يجي في رمضان Who can say، من يستطيع أن يقول لي، qui peut me dire، pas de peur، لا
لا انا بحكي ايش بيفرقوا عن بعض يعني. ابين الاولى مبنيه للفاعل يا ابين، يعني الاولى مبنيه للمعلوم لا تضارب. كويس. لا الاثنين، لا هلقيت بقول لا تضارر ولا تضارب، التنتين مش مخاطب، التنتين مش مخاطب، التنتين غائب لانه اي فاعلهم موجود. لكن الاولى لا تضارر مبنيه للفاعل، مبنيه للمعلوم يعني، والثانيه لا تضارر مبنيه للمجهول. كويس. طيب كيف يعني بدنا نفهم الفرق بينهم؟ لان هذا الفرق ما كانش مبين في قراءه ايش؟ في قراءه التشديد. لانه في قراءه التشديد لا تضار او لا تضار، بقدر اقدره تضارر وتضارر على الجهتين. الان ايش بيفرقوا عن بعض؟ لما بقول لا تضارر والدة، انتبهوا، لما انا اكسر الراء، قراءة ابي وابن عباس، قراءة عبد الله عفوا ابن مسعود وابن عباس، لا تضارر والدة بولدها، ايش بيصير المعنى؟ مين الفاعل؟ مين فاعل الاضرار؟ تمتنع مضاربة، مش فاهم. مين فاعل الاضرار؟ لا يا هند، الوالد. يا حسام الله يفتح عليك، الوالد. قالت هو بيقول يا هند، هو ايش بيقول؟ لا مش الزوج، هو بيقول لا تضارر والدة. مين الفاعل؟ مين اسند الاضرار؟ للوالده، بقراءة الكسر لا تضارر والده، يعني الوالده، لا الوالده ما تضرش الوالد بسبب ايش؟ ولدها. ما تضرش الوالد، يعني ما تمسكوش من الرجوع عشان اقول انا بدي ارضع لك مثلا، تمتنع او انها تطلب مصاري زياده مثلا في الرضاع، من حقها انها تاخذ مثلا اجره، صح ولا لا؟ لانه هو ابنه، مثلا تطلب مصاري زياده. هذا على تضارر. طب لو قال لا تضارر والده، ايش بيصير اعراب والده في قراءه عمر رضي الله عنه؟ لا تضارر والده، ايش بيصير اعراب والده؟ بتصير الوالدة نائب فاعل. الشيخ عبد الرازق، لا مش مفعول به، نائب فاعل، نائب فاعل، بتصير نائب فاعل. هذا إضرار، هذا إضرار، صحيح يا أبي. إذا لما لو على قراءة عمر لا تضارر والدة، بتصير نائب فاعل. طب بتصير مين الفاعل هنا في القراءة الثانية هذه؟ قراءة عمر، مين الفاعل بيصير؟ الزوج. الله يكرمك يا شيخ حسام وبارك فيك. إذا القراءتين بكملوا بعض، سبحان الله. قراءة ابن مسعود لا تضارر والدة، يعني هي اللي بتضر، هي اللي بتعمل الإضرار بالزوج. والقراءة الثانية عكسها، لا تضارر والدة، يعني الزوج هو اللي بيعمل الإضرار بمين؟ بالزوجة. فإذا كلا القراءتين يكمل بعضهم البعض. طبعا القراءتين يا إخوة داخلين في قراءة، هذول القراءتين قراءتين تفسيريات، خذوا بالكم، هذول القراءتين تفسيريات، التنتين داخلات في قراءة القرآن. لأنه قراءة القرآن لا تضار او لا تضار، القراءتين مدغمات، صح؟ فبينفع فيهم التقديرين، لانه الراء مشدده. انا مش عارف هل هي اللي مبنيه للمعلوم ولا اللي مبنيه للمجهول، بقدر اقدر التنتين. وهذا سبحان الله من دقه التعبير القراني. فيكون الاضرار منهي عنه مطلقا. وقف عليك شيخ عبد الرازق ويكرمك يا رب ويسعدك ويزيدك علما، انت والسامعين طبعا. طيب ننتقل الآن، آمين. في نفس الآية، الموضوع اللي بعده في نفس الآية، من يرفع يده؟ أدى المغرب. مين يرفع يده؟ مش عاوزين؟ يلا يا شيخ نور. وانا اقول لك يا استاذه، ايش بتفضل، اي لقب احلى بالنسبه لك؟ خلاص نور وبس، لا لانه مالي استاذ، لست استاذه ولست شيخه. لا على الجهتين ولا هذا ولا هذا؟ لا لا خلاص خلينا على استاذ. اسمي فقط. لا يا استاذه، يا استاذ. لا اسمي فقط. اعزكم الله. الله يحييك. الله يكرمك استاذنا. قرأ الامام ابن كثير ما اتيتم بالقصر
ما أتيتم. تجريها كيف هي بتصير؟ ما أتيتم بالقصر، بقول لك أتيتم مش مد. أيوه تمام، بس أنا قرأت يعني إنه هي قراءة الإمام حفص يعني. آه لا إحنا بدنا قراءة بالكثير. تمام. طيب أيوه وقرأ الباقون بالمد ما آتيتم. ممتاز تمام، الله يفتح عليك. زين خالد جزاك الله خير. طيب فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا إيش؟ إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، وقراءة تدريب ابن كثير وقراءة الجمهور إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. طيب الآن الفعلين الشمة، قراءة ابن كثير أتيتم من الفعل أتى، أتى يعني جاء صح؟ أتى يعني جاء. وللعلم إيش بتفرق أتى عن جاء؟ يعني هذا على الهامش يعني برا الدرس، إيش بتفرق أتى عن جاء؟ ولا تنتين زي بعض؟ طيب مش عارفين خلاص عشان نستثمر الوقت، احنا مش معنا وقت المغرب قاعد. بس على السريع يعني في عجاله، اتى بيقولوا علماء البلاغه علماء المعاني يعني المفردات، اتى تسند للمعاني والازمان، وجاء تسند للجواهر والاعيان. بعدين ما تسالونيش ايش يعني معنى هذا الكلام، اللي فهموا فهموا لحاله. طيب إذن أتى قراءة من كثير من الفعل أتى، يعني إيش؟ يعني جئتم به، إذا سلمتم ما أتيتم يعني ما جئتم به. كويس. وبالقراءة المد اللي هي آتيتم من الفعل آتى، الفعل آتى إيش معناه؟ سهل هذا واحد يقوله على السريع، إيش يعني الفعل آتى؟ آتى إيش يعني فعل آتى؟ أعطى. الله يفتح عليك يا منى، يعني سهل. الله يفتح عليك يا إيمان، أعطى. الله يفتح عليك جميعا. إذا سلمتم ما آتيتم يعني ما أعطيتم، ما أعطيتم. كويس. طيب ثواني الآن نأخذ الحجج. والآن إيش معنى الآية قبل يعني، بس عشان أنا أشوف أنتم فاهمين ولا لا، إيش معنى الآية؟ واحد بس يكتب لي يعني ايش معنى اذا سلمتم. فاهم هو كويس، احنا فاهمين هذا المعنى العام، بس انا قصدي الان فان اراد فصالا ان ترضى منهما تشاورا فلا جناح عليهما، وان اردتم ان تسترضع اولادكم فارجعوا لكم. اذا انا بدي معنى اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف، ايش يعني سلمتم ما اتيتم؟ ايش يعني سلمتم ما اتيتم؟ الفعلين هذول بدي اياهم بالتحديد، ايش يعني اذا سلمتم ما اتيتم؟ طب كويس، اعطاء النفقة للمرضع. يا جماعه انتوا برضو مش فاهمين، انتوا كل كلامكم اعطاء النفقة. اعطاء النفقة لا مش الزواج، انا بعيد. انا هو كلامهم صح يا ايمان، هو اعطاء النفقة للمرضع تمام، بس ايش علاقة ليش قال سلمتم ما اتيتم؟ هنا في عندي فعلين مش فعل واحد صح؟ ايش سلمته وايش اتيته؟ بس انا بدي افهمه، ايش سلمته وايش اتيته؟ شو اللي الام والمرضع سلمتم ولا اتيتم؟
انا هي اللي بتفهم، انتوا فاهمين ايش بتفهم؟ برضه رجع اقول المكان ده يا جماعه ركزوا معايا، انا في عندي سلمته واتيته، ايش سلمته وايش اتيته؟ ايش يعني؟ ايش يعني سلمته؟ ليش جايب فعلين؟ طب ما كان قال اتيته وخلاص. سلمتم جئتم؟ لا. انتوا يبدو فاهمين سؤالي. طيب سلمتم ما كان لها. منا بدأت تجيب الكلام الحلو. وقف 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 شوية عند منا هيك شوية. منا بقى هو بكفيش عاد واحد من الكلمات هيك. هاي منا بدأت تجيب الكلام، وإيمان يعني بدأت. الله يفتح عليك. الآن إذا سلمتم ما أتيتم، أتيتم هذا اللي اتفقتوا عليه. أتيتم اللي اتفقت عليه لما صارت المشكله وكذا، وانا مثلا بدك ترد بدي كذا، خلاص اتفقنا على كذا. الان بيجي وقت ايش؟ وقت التنفيذ. هذا اللي بيصير فيه مشاكل، وهذا للاسف خدوا بالكم بيصير كثير. عشان هيك ربنا قال، عشان ربنا قال ايش؟ ولا جناح عليكم ان تسترضعوا اولادكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف. هذا شرط، بدك تسترضع بدك تكون محترم، بدك تسلم يعني وقت الدفع بدك تدفع وتعطي اللي اتفقت عليه. فهمتوا ايش ايش يعني بيؤدي الفعل سلمتم والفعل اتيتم؟ سلمتم هذا وقت الدفع وقت التنفيذ، اتيتم وقت الاتفاق. فهمتوا هيك؟ واضحه يا اخوه؟ اتضحت؟ طيب خلينا ناخذ الحجج على السريع. طيب الله يفتح عليكم يا جماعه، الله يفتح عليكم. ما انت اللي فتحت لنا الباب يعني. الله يفتح عليك. التسليم بعد العطاء. الان قراءه الجمهور اذا سلمتم ما اتيتم واضحه هين بتكون، لانه اتى هنا بمعنى اعطى اي دفع. كويس، يعني إذا سلمتم ما أعطيتم. إذا سلمت يعني اللي أنا أعطيته، اللي أنا أعطيته يعني اللي أنا جدت به، هي معنى أعطيته، اللي أنا اتفقت عليه جدت به أعطيته. بأسلم. كويس. وقالوا أيضا التسليم لا يكون إلا مع الإعطاء. كيف يعني؟ يعني أنا بعطي وبسلم، صح ولا لا؟ بعطي مبلغ كذا وبسلمه، بعطي المبلغ وبسلمه، التسليم لا يكون الا مع الاعطاء. هذه حجتهم. لا هلقيتها بوضح ان شاء الله الصوت. اذا الحجه الثانيه التسليم لا يكون الا مع الاعطاء. انا بعطي واللي بعطيه بسلمه. اللي بعطيه اللي بيطلع مني يعني، اللي بعطيه مثلا للمرضعه أو للزوج اللي ترضع بسلمه إلها. كويس؟ حجة القصر أتيتم، قالوا معنى أتيتم يعني جئتم به، فبيكون المعنى على القصد. معنى القراءة الثانية إذا سلمتم ما أتيتم به، إذا سلمتم ما أتيتم عفوا تشبيه، إذا سلمتم ما أتيتم يعني إيش؟ ما جئتم به، يعني اللي ناويين تدفعوه. فقالوا انه قراءتنا هين بتصير على معنى القصد، على ما قصدتم دفعه. كويس، على ما قصدتم دفعه. فهيك بيكون ايش تخريج القراءه الثانيه.